نص النهاردة بنحلم لبكرة. أهلا وسهلا. أقول لكم الأول بس أصدقائنا اللي معانا على موقعنا على الإنترنت، محمد شرباش من إيطاليا، نحب الناس اللي عايشين بره دول ومعانا متواصلين، بيقول السلام عليكم، مهما حصل في مصر هتفضل بخير، إحنا ناس طيبين قوي، لقمة تغدينا وكلمة تهدينا وابتسامة تحيي فينا الأمل لبكرة. على فكرة ده مش كلام إنشا، دي الحقيقة، مهما تلف ما تلاقيش زي مصر أم الدنيا، ربنا يحميها. قولوا آمين 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 آمين. معقولة ده حال المصريين في لبنان؟ بيقول أنا مصري في البحرين بس أرجو متابعة حال المصريين في لبنان. الخبر اللي في الأهرام ده معقول؟ بيقول فدية وخطف، ومن مين؟ تسليم الفدية قبل مش عارف إيه كده لناس في سوريا عشان خاطر طمنا؟ هنبحث في الموضوع، ما كانش النهاردة زملائنا هيغطوه، بكرة وبعده نشوف إيه الموضوع. صابرين سلامة من أسوان اللي هي رمز السلام في مصر، أعزف على الأوتار ألحان الحياة، الحياة اللي بدأت من جديد منذ ظهور الأمل البعيد، دي كلمات قليلة ربما توحي بمعاني كثيرة، هذه ذكرى أول يوم من أيام العام الجديد، دعنا نطرح جانبا ما حدث لولا لحظات قصيرة، ودعوني أقول أن العالم والدنيا بخير ما دام الحب والسلام يعم البلاد، بحبك يا بلدي، قلب وقلبك نبض واحد، وأنا وأهلك بنعيش عليه في حب وخير. ماشي يا ستي. رشا بتقول في أغنية رائعة للفنان الكبير هاني شاكر اسمها إيد واحدة، يا ريت يتم إذاعتها بالبرنامج لأنها جميلة جدا وبتعبر عن الوحدة الوطنية. عندنا أغاني كتير، يعني الفنان الكبير هاني شاكر عامل أغنية، الفنان الجميل تامر حسني عامل أغنية، في مجموعة من الأغاني هنبتدي نذاعها الأيام القادمة إن شاء الله. طيب خلينا نقول لكم إيه الأخبار، بس ما أقول الأخبار، في اعتذار واجب للعالم الجليل والجراح الكبير استاذ دكتور عادل بنا. الاستاذ دكتور عادل بنا هو واحد من اساتذه جراحه القلب في مصر والعالم، جراح شهير جدا، حصل بالخطا امبارح، مش الخطا غير مقصود، هو الدكتور عادل بنا عميد معهد القلب من بابا، وده شيء شهير ومعروف جدا، لكن حصل دخول خطا في الاسماء فتحط اسم الاستاذ سعد حسونه. سعد حسونه ده مش دكتور ومش مدير معهد المعهد القلبي لعميد، ومش موجود خالص الاسم ده، لكن هو انتقل من خبر الى خبر اخر خالص، لم يلتفت الزملاء، وده خطا وارد، لكن حق الدكتور عادل البنا، وهو استاذ بنحترمه جدا وبنحترم علمه لانه هو جهه مشرفه لمصر وبيرأس واحد من اهم المعاهد، معهد القلب ده لو تعرفوا بيقوم بمهام وجهود وادوار قد ايه، ان شاء الله يكون لنا وقفه طويله معاه، حقك علينا يا دكتور. ماذا لدينا من اخبار؟ المعهد القومي، التقرير النهائي للمجلس القومي لحقوق الانسان طلع تقريره النهائي الخاص بالانتخابات البرلمانيه الاخيره. هقف معاكم عند كام نقطه قالها بس. التقرير بيقول ان الانتخابات البرلمانيه الاخيره بمرحلتيها تشكل خطوه متقدمه بسبب انتظام عمل لجان التصويت في غالبيه الدوائر، بالرغم من أن الانتخابات شابها عدد غير قليل من أوجه القصور، عدد غير قليل اللي هو كتير، يعني شابها كتير من أوجه القصور، بس مش عارف ليه التقرير صعبان عليه يقول إنه كتير فقال لك غير قليل. طيب أشار التقرير الذي أعلنه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي النهارده انه تم رصد كل البلاغات اللي وصلت اللي وردت للمجلس عبر غرفه العمليات، وصلت ل 600 شكوى من المواطنين، تدخل ضابط الاتصال من وزاره الداخليه واللجنه العليا للانتخابات بحل معظمها بشكل سريع، موضحا انها اعطت صوره متكامله لاحداث يوم الاقتراع ومشاكله دون تهويل في الوقائع والاحداث. التقرير لخص المخالفات في ايه؟ في الحاجات اللي اتقالت واتصورت ونزلت على اليوتيوب. قالك في تسويت بعض الصناديق في عدد من اللجان، حرمان وكلاء المرشحين والمراقبين من التواجد أثناء عمليتي التصويت والفرز في حالات محددة، وأعمال الشغب والبلطجة التي وقعت في بعض النواحي، إضافة إلى بعض المشاكل الإجرائية المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء ما تعلق منها بعدم شفافية صناديق الانتخاب أو عدم وجود سواتر تمكن الناخب من إعطاء صوته في سرية كاملة، أو قلة توافر الأحبار. هي دي اللي شابهها عدد غير قليل من أوجه القصور. المهم أن التقرير أوصى بإجراء تعديلات في عمل اللجنة العليا للانتخابات
بحيث يخول للجنة الفصل في التظلمات الخاصة بقرارات لجنة القيد في جداول الانتخابات قبول طلبات الترشيح، فضلا عن إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها ومراجعتها وتنقيتها وتحديثها بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأكد على ضرورة الإبقاء على تشكيل نظام المجلس الحالي مع إلحاق أمين عام متفرغ من بين خمسة أو ثلاثة أشخاص يرشحهم مجلس الشعب لمدة 3 سنوات وإضافة مجموعة من الفنيين المتخصصين للأمانة. واعتبر التقرير اللجوء إلى القضاء المدني، وده كلام مهم جدا أرجوكوا أقفوا قدامه، لأن في النهاية وإحنا بنقيم التجربة اللي حصلت لازم نستفيد، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية التي حكمت ببطلان الانتخابات في أكثر من دائرة، هي في دوائر عديدة وغيرها من الطعون تحايلا على القانون، يعرض الانتخابات في هذه الدوائر للحكم ببطلانها. وطلب مواجهة هذا التحايل بإدراج نص صريح في المادة 312 من قانون المرافعات يخول تقديم إشكالات التنفيذ في أحكام المحاكم الإدارية إلى هذه المحاكم دون غيرها. وإحنا شرحنا لحضراتكم اللعبة اللي بتحصل، يعني إن هنا نروح لقدام محكمة مدنية تحجز للحكم لحد ما الانتخابات تخلص، فتروح بعد كده القضاء الإداري يقولك مش اختصاصي، ده محكمة النقض والمجلس سيد قراره في النهاية، فما بيحصلش حاجة. فهو تحايل. أهم نقطة جت في تقرير المجلس واقتراح مهم جدا، في حاجات مهمة كتير، يعني لجنة الانتخابات دي مهمة جدا، لكن هذا التعديل المطلوب ده يفرق كتير جدا يا جماعة، كتير من المجلس ده يروح بيتهم لو ده حصل. النهاردة عقد مؤتمر صحفي الإعلان عن بدء مشروع تنفيذ التعديلات بتاع إحلال المقطورات، اللي كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع المهندس علاء فهم وزير النقل والدكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي. النهاردة الدنيا ميسرة تماما، يعني عاملين كل الإجراءات اللي تحتوي غضب أصحاب المقطورات. النهاردة بيقولك ان قانون المرور الجديد اللي مش هيسمح بتسيير المقطورات بعد أغسطس عام 2012 لازم كل المقطورات تكون قدمت، لكن في مقطورات مش هيلحقوا يخلصوا كله، في مقطورات هتستمر بعد 2012 بس يكون سجل واستعد ليه. وفي كلام كتير حول هذا الموضوع، بس خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. نتيجة هذا التعاون توصلنا إلى منظومة هتسمح لأصحاب المقطورات إنهم يستبدلوها مع الحصول على مزايا تمويلية كبيرة، مع الحصول على تسهيلات ائتمانية بحيث انه ما يلقيش عليهم اعباء لا يتحملوها، ومع الحصول على ضمان من الحكومة والخزانة العامة عشان ينفذوا اللي القانون طلب منهم انهم يتخلصوا من مبادرة إحلال وتجديد مقطورات 34,000 مقطورة على مستوى جمهورية مصر العربية. في مشاكل حقيقة في قانون بقاله سنتين ما تمش تطبيقه، عشان كان في مشاكل تمويل بصفة رئيسية، مشاكل تعديل مصانع عشان تقدر تعدل المقطورات. الحمد لله النهاردة في دليل وزارة المالية طلعته بيشمل كل الإجابات على الاستفسارات أو المشاكل اللي بتواجه أصحاب المقطورات عشان يقدروا يعدلوا المقطورات بتاعتهم. النهاردة شاهدنا تلاحم مع من البنوك موجودة معنا، 17 مصنع لتعديل المقطورات موجودين معنا. الكلام ده كله اتعرض، وزارة المالية عرضته على أصحاب المقطورات، عينة كبيرة من أصحاب المقطورات، وعملوا كل اللي يقدروا يعملوه سواء في التمويل او في اعفاءات الضريبيه او حتى المقطورات اللي ما تنفعش تتعدل هيبقى فيه برضو تمويل بشكل اخر لشراء بديل جديد ليها، اعفاء من الضرائب. اعتقد ان الدليل بتاع المشروع لامم كل شيء، واعتقد دلوقتي اصحاب المقطورات يقدروا ينفذوا كده بسهوله ويسر. هقطع ببعض رسائلكم. أحمد السيوفي بيقول أحب أن أتقدم بالشكر، بيشكر كل الإعلاميين على الوقفة اللي تمت في موقف الاعتداء على كنيسة القديسين في الإسكندرية.
هاني بيقول ما حقيقة خبر العثور على أسماك نافقة في شواطئ مارينا والعثور على أسماك كبيرة؟ ماذا يمنع أن يكون تم تسميم الأسماك عمدا؟ هو عثر على سمكة في منطقة الساحل الشمالي، سمكة قرش ميتة، لغاية دلوقتي لسه ما تقالش دي حد ضربها وعلى ما وصلت ولا حد قتلها ورماها. يعني بسمة بتقول هل تتوقع أن يصل الطب الشرعي للجاني الحقيقي في أحداث كنيسة القديسين، وهل الموساد هو من وراء تلك الأحداث كما يردد البعض؟ بس عايز أقول أن كل ما ينشر ما فيش فيه معلومة واضحة، كله كلام، كله اجتهادات. الحقيقة التي سيعلنها النائب العام، حتى الصورة اللي تم إكمالها ما بتقولش حاجة لغاية دلوقتي، يعني في كلام ما ينفعش يتقال، لكن الصورة دي لما اتحطت ما تقالش ده مين، ولا عاطل ولا هربان ولا من عيلته. كم التليفونات والبلاغات اللي بتيجي رهيبة وكتير جدا، لا توجد معلومة حتى الآن. أجهزة الأمن يجب أن نتركها تعمل في هدوء وصمت. قولوا لي حادثة إيه؟ إحنا لغاية دلوقتي محتارين في أحداث سبتمبر 2011، محدش بيقعد تاني يوم الصبح، فيش جهاز امني في العالم وحاطين كاميرات، واحدث دول في العالم واحدث مننا بيجي بعد اسبوع وبعد يومين يقول لك اهو، بتبقى فيه مؤشرات بتقول. لكن ايه الجريمه؟ حتى الان يا جماعه بلاش نضغط على اجهزه الامن ولا على اجهزه التحقيق. النيابه العامه والسيد النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود بيتابع بنفسه، وزاره الداخليه شغاله، اجهزه امن اخرى متعدده في مصر شغاله، ننتظر قليلا عندما تصبح هناك معلومات. عايز بس اقف قدام اللي بتقوله هبة، خدوا بالكم من الأقصر وأسوان، حوالينا دول شقيقة وغير شقيقة بيحسدونا على السياحة. لو لاحظتم موضوع القرش في شرم الشيخ، بعده بشهر واحد حادث إرهابي في حادث إرهابي في الإسكندرية عاصمة السياحة، مش فاضل غير الأقصر وأسوان، إن شاء الله ربنا يسترها. بس أنا ليا رجاء، بنتهز فرصة وأدعو وأطالب وزارة الداخلية والسيد وزير الداخلية يقدموا لنا أرقام تليفونات نقدمها للناس ونعلنها في برامجنا، ونقول لهم أي حد يشتبه في حاجة، ده بيحصل في كل أنحاء العالم، لما نشوف حاجة أعرف أكلم مين. شفت واحد أنا مشتبه فيه، شفت عربية مركونة بشكل بقالها زمن طويل، يعني عايزين نمر، يعني خلونا شركاء في الوطن نساعدكم، أنتم مش هتقدروا تعملوا كل حاجة لوحديكم، فنساعدكم تبقى فيه أرقام نعرف نتصل بمين، نقول له في المنطقة الفلانية كذا، وما تاخدوش غير بلاغات الجدة، واللي عايز يبلغ يقول اسمه عشان ما تبقاش كيدية وحاجات كده، لكن لابد أن تكون هناك أرقام معلنة نقدر نساعد بيها ونحمي بلدنا حفظها الله. جماعة عين شمس النهاردة حفظت التحقيقات مع أساتذة 9 مارس في مبادرة طيبة وجميلة لم الشمل. الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس قال إن ده ليس هناك أي استدعاءات جديدة لأساتذة جامعة عين شمس اللي كانوا في أحداث 4 نوفمبر وعملت أزمة كبيرة جدا وما كانش لها أي مبرر. أساتذة الجامعة سواء 9 مارس أو الأساتذة اللي برة 9 مارس أو في الجامعة، ما ينفعش يبقى هناك شقاق أو خلاف أو معركة تصل إلى تحقيقات وإيقاف. عندنا رموز يجب احترامها، ونحن بلد نسعى إلى الديمقراطية. رئيس الجامعة قال إن هذا يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على القيم والتقاليد الجامعية، وأن تسود العلاقات الودية المتبادلة بين قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، مشددا على أن كافة القنوات الشرعية بالجامعة متاحة أمام الجميع للتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية والديمقراطية داخل الجامعة. القنوات الشرعية بس تبقى متاحة بجد يا دكتور، هيبقى شيء رائع لو هي متاحة فعلا، اللي ليه كيف يعبر عن اعتراضه يلاقي قناة يعبر فيها عن اعتراضه. جماعة عين شمس ايضا